اهلا بيكم. في السلسلة دي انا هلم لك كل الاسئلة اللي انت هتحتاجها اذا دخلت اي مقابلة شخصية ووظيفية في ايا كان المجال اللي انت رايح تقدم عليه. معاكم عبد الرحمن، وانت بتشوف دلوقتي قناة ليرنوز دكتور عبد الرحمن على اليوتيوب. السلسلة دي هتفرق معاك كتير جدا علشان تعدي من اي مقابلة، ويلا بينا نشوف اهم الاسئلة. طبعا يا شباب، في السلسلة بتاعتنا دي احنا هنتكلم على اهم 100 سؤال. ال100 سؤال دول مش هيخرج عنهم اي سؤال ممكن تقابله او تتعرض ليه في المقابلات الشخصية، وان شاء الله هنشوف مع بعض الاجابات العلمية النموذجية اللي المفروض تكون عندك وانت بتقابل الشخص اللي هيقعد معاك، وكمان تكون ذهنك حاضر واسلوبك راقي ومش بتتوتر، لان في منهم اسئلة صعبة جدا وبتحتاج منك اسلوب راقي شوية في التفكير وفي طريقة التعامل مع الاسئلة دي. يلا بينا نشوف اول سؤال، وهو اعينك انت ليه؟ وانت قاعد في المقابلة كده وبتبدأ تتكلم، الراجل في وسط الكلام بيقول لك: طيب بص، ايه رأيك؟ انا دلوقتي عايز اختارك، اختارك ليه؟ طبعا بلاش تتكلم في الرد على السؤال ده على خبراتك الحياتية، وانك بتصحى بدري، وانك بتحب مثلا ان انت تنام بدري علشان تقوم تروح شغلك. انا عايز اسمع منك كلام متعلق بالوظيفة. انت عارف كويس جدا حاجة اسمها job description او الوصف الوظيفي على الوظيفة اللي انت رايح تقدم عليها. هتبتدي تتكلم على مهاراتك اللي هي بتأدي انك هتأدي احسن حاجة في الوظيفة دي. انا والله خدت كورسات كذا وكذا، ودي من المتطلبات الوظيفية اللي حضراتكم عايزينها، وكمان انا اكتر حد قادر على التعامل مع برنامج كذا وهو المرتبط بالوظيفة، وكمان انا ببحث على ان اطلع شغلي باحسن حاجة ممكنة، وده اللي حضراتكم طالبينه. فبتبتدي ان انت تشوف الوصف الوظيفي او الطلبات اللي هم حاطينها في الوظيفة، وتبتدي تبين وتظهر قدراتك ان انت بتفت او تبقى احسن حاجة متأقلمة مع الوظيفة دي، وده الهدف من السؤال. تاني سؤال يا شباب، انا دلوقتي شايف في السي في بتاعك في فترة زمنية انت مش كاتب فيها حاجة، يعني مثلا انت كاتب من شهر 1 لشهر 6 سنة كذا كنت شغال في شركة كذا، وسبت 3 4 5 شهور او سنة مثلا، وبعد كده ابتديت تكتب شركة تانية. طب في الفترة الزمنية دي انت كنت بتعمل ايه؟ ابتديت ان انا اسألك السؤال ده في المقابلة. هيبتدي ان انت تتكلم على انك كنت بتاخد كورسات في الفترة الزمنية دي، كنت بتطور من نفسك، كنت بتستعد على انك تقدم في وظيفة افضل، وما تتكسفش وما تكذبش في انك اشتغلت مثلا في الفترة دي. مش مطلوب منك خالص انك تفضل طول حياتك شغال، لا، في فترات زمنية الواحد بيقف فيها شوية وعلشان يطور من نفسه ويطور من قدراته، بحيث انه لما يجي يقدم في وظيفة احسن يبدأ ان هو يكون ملائم للوظيفة دي. فخلي بالك من السؤال ده وما تجذبش فيه، علشان هيبدأ يسألك بتفاصيل عن الجزئية دي بالذات طالما هي مش مكتوبة في السي في بتاعك. السؤال اللي بعد كده يا شباب هيبتدي ان هو يقولك اتكلم عن نفسك. اتكلم عن نفسك ده برضو انا مش قاصد فيه في المقابلة الشخصية انك تحكي لي قصة حياتك من ساعة ما اتولدت لغاية ما انت قاعد معايا، لا. اتكلم عن نفسك، هتبتدي تبين مهاراتك وقدراتك في التعامل مع المواقف الصعبة الخاصة بالوظائف مثلا. هتبتدي ان انت تعرض اهم انجازاتك لو انت كنت شغال قبل كده، او حتى لو ما كنتش شغال قبل كده هتبتدي تبين لنا اهم المهارات اللي عندك واللي انت اكتسبتها من خلال الكورسات اللي اخدتها، حتى وان كانت الكورسات دي اونلاين. طيب هتقولي انا ما خدتش كورسات قبل كده. طيب في الفترة الزمنية اللي احنا موجودين فيها دلوقتي ده يا شباب العلم ببلاش، يعني انت لو فتحت اليوتيوب او فتحت جوجل وابتديت ان انت تكتب كورس في اي مجال انت عايزه هتلاقي كورسات كتيرة موجودة. هتبدأ ان انت تشتغل على الكورسات دي وتشوفها، بحيث لما تتسأل على المهارات اللي عندك حتى وان كنت فريش جراديويت او لسه راجل متخرج، او حتى وان كنت طالب في جامعة، هتبقى عندك مهارات وهتبقى عندك قدرات وتقدر تتكلم عنها بمنتهى البساطة والوضوح. من الاسئلة الجميلة جدا برضه يا شباب السؤال الرابع، انت سبت شغلانتك اللي فاتت ليه؟ في كتير مننا بيروح يقدم على وظائف بعد ما يكون ساب شغلانة فاتت. طيب خلي بالك وكون حذر جدا في الاجابة على السؤال ده من انك تذكر الشركة اللي فاتت بسوء، حتى وان كان مديرك فيها مثلا كان بيضايقك، حتى وان كان زمايلك يعني مش بيتعاونوا معاك علشان تطلعوا الشغل احسن حاجة، حتى وان كان مرتبك فيها قليل. هتبدأ تتكلم على ان انت بتدور على فرصة عمل احسن، وان الكارير باث بتاعك او الترقي الوظيفي ما كانش واضح في الشركة دي، علشان كده انت دورت على مكان احسن علشان تقدر تحقق فيه
طموحاتك وتحقق فيه انجازات ان شاء الله وتترقى فيه وتبذل فيه امكانيات اكتر. تجنب انك تتكلم بشكل سلبي على مديرينك علشان ده ما يبانش انك بتهرب من المسؤولية، ودايما هتكون خطر مثلا في الوظيفة اللي انت رايح تقدم فيها، حتى ان كنت واجهت مشكلة فيها او حاجة هتسيبنا وتمشي، فما تذكرش شركتك بسوء وان كان فيها بعض العيوب. من الاسئله برضو المهمه يا شباب، يقول لك اوصف الشغلانه اللي انت هتشتغلها دلوقتي دي لطفل عنده 7 سنين. انا دلوقتي لما بسالك سؤال زي كده ببقى عايز اعرف هل انت فاهم طبيعه الوظيفه بتاعتك وتقدر ان انت تبسطها لطفل عنده 7 سنين. يعني مثلا انت رايح تشتغل محاسب، هتكلم طفل وتشرح له شغلانه المحاسب دي ازاي بمنتهى البساطه وبمنتهى الهدوء، هتكون هادي جدا وانت بتجاوب على الاسئله، هتقول له والله لو حضرتك مثلا طفل عندك 7 سنين هبدا ان انا اوضح لحضرتك اذا كنت رايح تشتري يا حبيبي من محل حلويات المفروض ان انت يكون معاك فلوس ولازم تبقى عارف سعر المنتج اللي انت رايح تشتريه، وكمان لما نيجي احنا كاصحاب محل اخر اليوم عايزين نعرف كسبنا ايه وخسرنا ايه هنكتب الكلام ده في ورق، فانا مسؤول دلوقتي على اني اقول لك سعر السلعه ايه، وكمان بعد ما تشتريها هكتبها في عندي في الورق اللي موجود علشان اخر اليوم اقول لصاحب المكان احنا كسبنا كذا وخسرنا كذا. بمنتهى البساطه انت بتبسط الدور الوظيفي اللي انت هتقوم بيه، وده بيبين قد ايه انت فاهم الشغلانه بتاعتك، وده من الاسئله الصعبه. اشرح الوصف الوظيفي اللي انت هتقوم بيه لطفل عمره 7 سنين، فلازم تكون قاري كويس على وظيفتك وتقدر ان انت هتتكلم عنها بمنتهى البساطة حتى وان كان ده لطفل. السؤال اللي بعد كده السؤال السادس بيبدأ يقولك انت طيب بتعرض دلوقتي افكار على مديرك ومديرك رفض كل الافكار دي، انت عمال تقول اقتراحات وعمال تقول اراء ومنها اراء بناءة جدا واراء من وجهة نظرك ان هي كويسة وقابلة للتحقيق، ولكن مديرك ابتدى يقول لك لا مفيش ولا فكره من اللي انت بتقولها دي مظبوطه، تتصرف ازاي او تعمل ايه. طبعا في موقف زي كده برضو هتكون هادي جدا وهتبتدي تقول انا هوصل لارضيه مشتركه ما بيني وما بين مديري، انا عمال اطرح في افكار وهو عمال بيرفض. هبدا ان انا اسال مديري بشكل غير مباشر اقول له طيب يا فندم ايه راي حضرتك ازاي نقدر نحل حاجه زي كده. هنا وبمنتهى البساطه انا خرجت الكوره من ملعبي ورميتها في ملعبه، انا مش من البدايه كنت سلبي وعملت كده، لا انا بدات ان انا اطرح في افكار ولكن تم مقابلتها بالرفض، فببدا ان انا اكسب الشخص اللي قدامي وابدا ان هو يتكلم او يقول لي افكار، حتى وان كانت افكار بسيطه هبدا اخد من كلامه وابني عليه، اخد من كلامه وابني عليه بحيث انه في النهايه نوصل مع بعض الارضيه مشتركه، وفي نفس الوقت يبقى هو شاركني الراي في الموضوع وحققنا الهدف من المقابله اللي احنا قاعدينها او من الاجتماع اللي احنا قاعدينه، ان احنا وصلنا في النهايه لكونكلوجن او وصلنا لحل للمشكله. دي كانت اهم الاسئله اللي احنا هنشوفها مع بعض في الفيديو ده، وان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه هنبدا نتكلم اكتر عن اهم الاسئله اللي انتوا هتحتاجوها في الموضوع ده. اذا بتستفادوا ما تنسوش ان انتوا تدعمونا بالشير واللايك والسبسكرايب عشان نوصل الافكار دي لاكبر عدد من الناس. احبكم في الله، ما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، واشوفكم ان شاء الله ما تفوتوش الحلقه اللي جايه في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.